من جديد ده كل التحيه ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك الكرام كابتن شريف عبد المنعم كابتن علاء ميهوب كابتن اسامه عربي وكابتن احمد بلال ولكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. عقب نهايه اللقاء الاهلي وسموحه فوز النادي الاهلي فوز كبير وعريض على فريق سموحه، يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء كابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد، فوز مهم في توقيت مهم بنتيجه كبيره، اعتقد في ظل الضغوط دي بتبان في شخصيه النادي الاهلي ومكاسب متعدده النهارده. الحمد لله طبعا، يعني مكسب في مرحله مهمه جدا من المسابقه والبطوله، يعني الحمد لله طبعا. يمكن 3 اهداف في حوالي 6 دقائق كده، ادوك ارتياحيه شديده في الشوط الثاني. انت خارج من مباراه من 48 ساعه في وضع طبيعي جدا، هيبقى فيها اكيد ممكن يبقى فيه حاله تعب في الشوط الثاني، لكن الحمد لله رب العالمين، يعني مكسب مهم جدا. كابتن سيد، النهارده مكاسب متعدده، استمرار حسين الشحات في حاسه التهديف، استمرار محمد شريف، ايضا النهارده ايمن اشرف بيعود للتشكيل، بنشوف اكرم في واستمراره في مركز الظهير الايمن. مكاسب متعدده النهارده بجانب ان الملعب ضيق وملعب نجيلته تقيله، لكن مكاسب متعدده النهارده. طبعا الملعب كويس بالتاكيد، يعني ملعب ده استاد اسكندريه، لكن في النهايه انت هتلعب تحت اي ظروف، انت بتلعب على بطوله الدوري، بتلعب على مسابقه يعني لسه شويه فيها، انت بتتكلم احنا فاضل لنا حوالي 13 مباراه وده كتير جدا في المسابقه، لكن في النهايه ايا كانت الظروف بقى وايا كانت المباريات وايا كانت توقيتها لازم تلعبها بشكل كبير جدا، انت عندك افضليه مهمه جدا ان انت تفضل محافظ عليها. يعني ذكرت نقطة مهمة جدا، مهم عندك مباراتات في مباريات في توقيتها، لكن النهارده قرار من الاتحاد المصري بتأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة بدون إبداء الأسباب، تعقيبك ورأيك في هذا القرار؟ يعني طبعا دي حاجة ما تخصنيش، يعني في الأول والآخر ده قرار اتحاد الكورة، يعني مش احنا اللي هنطلع بقى نتكلم في التلفزيونات والماتش بيتأجل ليه والماتش ده بيتعاد ليه والماتش ده محطوط واتغير ليه، دي حاجة تبع اتحاد الكورة ولجنة المسابقات، مش عايز أعقب عليها، لكن أعتقد يعني ان هي من احسن القرارات بالنسبه لنا، يعني اللي هتفيدنا احنا، يعني احنا محتاجين ان احنا نقرب شويه في مسافات المباريات، محتاجين ما نبعدش في عدد المباريات عن فرق، لان في ناس بتبص على الـ على الـ على الـ الجدول، فالفرق النقاط بيبقى بيدي لك ارتياحيه شويه فما بيبقاش في ضغط، فلما هتبقى في عدد المباريات هتقل شويه، النقاط هتبقى كويسه او هتبقى متساويه او لنا افضليه بنقطتين، اعتقد ده هيعمل ضغط، اعتقد ان القرار ده في مصلحتنا احنا. يعني كابتن سيد، النهارده طبعا اكيد النهائي الافريقي والاهلي بيقرب من النهائي الافريقي، الاشاعات كل يوم، كل يوم تطلع اشاعه، الهدف يعني بس روح الهزه شويه في لعيبه النادي الاهلي، لكن انا عارف دورك ودور الكابتن سامي والثقه اللي بتدول اللاعبين. يعني خلينا نقول بس يعني اللقاء في ميعاده، احنا عندنا شويه تعليمات او شويه بنود جات لنا من الاتحاد الافريقي اول امبارح، يعني المباراه 90 دقيقه، لو استمر التعادل بتاعها هيبقى في شوط ثالث ورابع، التغييرات ازاي، التحضيرات عامله ازاي، المراقبين مين، الحكام مين يعني، لكن هرجع اقول برضو يعني احنا عندنا مباراه في الدوري محتاجين ان احنا نركز فيها، عندنا مباراه المقاولين يوم 8 يوم الخميس اللي جاي، وبعدين عندنا مباراه المقصه يوم 11، وبعدين هنستعد ان شاء الله الرحمن للكايزر باذن الله. كان مهم جدا الثقه تديها لعلي معلول النهارده في تسديد ضربه الجزاء وايضا تبديل محمد الشناوي للمزيد من الاطمئنان على محمد الشناوي. بالتاكيد زي ما قلت، يعني كلنا كل اللعيبه محتاجينها، كل اللعيبه هيبقى ليهم دور، كل اللعيبه هتبقى في وقت هيبقى ده توقيتهم، كل اللعيبه لازم تكون عند الاستعداد والتوقيت المظبوط، يعني كل المباريات صعبه وكل المباريات في نفس الوقت سهله، لو اتسهلت احداثها هتبقى سهله زي مباراه النهارده، يعني حتى لقائنا والله مع بيراميدز انا اشوف ان هو من احسن اللقاءات اللي اديناها، من احسن المباريات اللي خضناها بشكل قوي جدا يعني، لكن ما كانش فيه نصيب يعني، الحمد لله على كل شيء يعني. معظم اللقاءات اللي فقدت فيها نقاط يا كابتن سيد كان الاهلي هو الافضل، كان هو اللي هو الاحسن، يعني مباراه سموحه في الدور الاول، مباراه بيراميدز، معظم هذه المباريات الاهلي كان هو الاحسن. اللي راح انا بتكلم في اللي جاي، اللي جاي انت عندك 13 مباراه، محتاجين ان احنا نقرب زي ما قلت شويه كده في عدد المباريات، محتاجين ان احنا نخوض 3-4 مباريات، ده في صالحنا على فكره ان احنا نلعب 3-4 مباريات 5 مباريات، فعدد المباريات هيقل مع المنافس بتاعك، النهارده انت الفرق في المباراه حوالي 6 مباريات، فلما تلعب 5-6 مباريات يبقى هتبقى انت عندك افضليه في النقاط ان شاء الرحمن باذن الله، او يعني عدد المباريات قل، فلما هتبص في الجدول هتلاقي الترتيب مختلف والترتيب بقى والنقاط بقت مختلفه، فده هيعمل ضغط، لكن في دلوقتي في ارتياحيه، عشان كده بقول ان انا يعني من القرار النهارده رغم ان انا طبعا يعني الحته التنظيميه مهمه والحته لجنه المسابقات مهمه، لكن مش عايز اعقب عليها، لكن اعتقد ان هو في صالحنا مش ضدنا يعني. اخيرا تقولي لجماهير النادي الاهلي اللي كانت موجوده النهارده بكثافه في رساله دعم للكابتن للاعيبه النادي الاهلي كلهم النهارده امام مقر اقامه فريق النادي الاهلي، وتقولي لكل جماهير النادي الاهلي. بص يعني انا عايز اقول
مش جديد يعني، ده معتاد على جماهير النادي الاهلي. احنا في السطر الاخير من كل البطولات المحليه وكل البطولات الافريقيه اللي خضناها السنه دي، يعني مهم جدا ان احنا ننهيها بشكل كويس ان شاء الرحمن. عندنا يعني سلسله من مباريات سواء كان محليه وتخللها مباراه النهائي ان شاء الرحمن، نكتب احداثه باذن الله سعيده بالنسبه لنا ان شاء الرحمن. يعني شكرا كابتن سيد والتوفيق في مرضى. شكرا كابتن ايمن. ده كان لقاءنا مع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي عقب نهايه لقاء الاهلي وسموحه وفوز النادي الاهلي باربع اهداف مقابل لا شيء.